الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أيها الأحبة في الله، من هو السعيد الذي امتلأ قلبه بالله؟ من هو السعيد الذي إذا أمسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله ولهج لسانه بالثناء على الله؟ من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات وسره بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة لا يذكر إلا بخير ولا يعرف عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي عن الله فأرضاه الله؟ من هو السعيد الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راض عنه غير غضبان؟ من هو السعيد الذي ختم له بخاتمة السعداء فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في قبره وأقر عينه في لحده حتى إذا أدخل في ذلك القبر وأوسد في ذلك اللحد ثبت الله له الجنان وسدد له اللسان فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنادى مناد من السماء أن صدق عبدي، ففرش له من الجنان وفتح له منها يأتيه من الروح والريحان، فقال السعيد يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونشره خرج مع السعداء تتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون؟ من هو السعيد الذي إذا دنت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأخرس كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعا ما كان من الناس من عرق، حتى إذا عظم الكرب واشتد الخط فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانه ونادى منادي الله عليه بالبشرى بالجنة؟ من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي مآله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء؟ أيها الأحبة في الله،
إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح. إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لن يستطيع أحد أن يغلقها عليك. إذا أراد الله أن يسعد العبد كان أول ما يرزقه الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الجنان وفوض الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرارة قلبه ألا ملجا ولا منجا ولا مفر من الله إلا إلى الله، السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته، قد جعل الجنة والنار نصب عينيه، فهو يعمل للجنة ويفر من النار. أنفي لقاء